أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، أرحب بكم في اسم الرب يسوع المسيح. عملنا استبيان في هذا الأسبوع وكان السؤال: هل كان يوجد بشر قبل آدم؟ وطبعا كثير من الناس تجاوبت مع هذا الاستبيان، وكانت الأغلبية الساحقة لا تؤمن بوجود أي خليقة أخرى قبل آدم سوى 15 شخص. وطبعا الغرض من هذه الحلقة مش بس هو إثبات هذه الحقيقة، لكن في البداية عاوز أقول نحن لا نستهتر بأي عقل ولا نستهتر بأي إنسان، بل بالعكس إحنا مدعوون حتى نبحث ونفحص كل الأمور. فالسؤال: هل كان يوجد بشر قبل آدم؟ الجواب السريع: بالطبع لا. وعاوز أقول في المقدمة أحبائي أنه حتى استحالة، بحسب طبعا كلمة الله من سفر التكوين، استحالة أنه يكون أي بشر قبل آدم. بتشوف في قصة الخلق التناغم والتسلسل الفكري لقصة الخلق، ولما بتقرأ سلسلة الخلق بتشوف أن الأمر شيء مذهل، شيء عجيب جدا، خالي من أي الفكر الأسطوري، ويؤكد الفكر العقلاني والروحي لتسلسل الأحداث، أحداث الخليقة، وكيف أن الله خلق كل شيء في 6 أيام، وكيف يوضح بكل وضوح كما يقول: وكان مساء وكان صباح يوما واحدا في سفر التكوين الإصحاح الأول. وأيضا كيف خلق الله كل شيء كجنسه، سواء الشجر سواء البذر، كله كجنسه، سواء الحيوانات الأرضية والمائية والجوية، كل كجنسه، بعيد كل البعد عن الفكر الأسطوري أو الفكر الخيالي. أنا بتكلم لأنه في ناس تقتبس بعض القصص الأساطير لموضوع الخلق، ولا حتى فكرة النشوء والتطور. فالخليقة تعد من أعمال الله وتحدث بمجد وعظمة الله. والكتاب المقدس أحبائي بيشرح لنا بالتفصيل بكل وضوح عن خلق آدم وحواء، وكيف أنه في الإصحاح الأول بيعطينا فكرة الخليقة بشكل عام، زي الكاميرا اللي بتبتدي أول ما بتبتدي بتشوفه في منظر عام، وبعدين بيجي المنظر الخاص في الإصحاح 2، التركيز عن كيفية خلق الإنسان. فإذا أحبائي كل شيء واضح، وبيشرح لنا عن السقوط في الخطية وشو سببت الخطية، من العار، من الخزي، من الخجل، وانكشفت العورة والخوف واللعنة والموت. سمعت صوتك فخشيت، كان يعني جواب آدم، والعداوة والموت الجسدي والموت الأبدي، الانفصال التام، حياة الشقاء، الشوك والحسك، والولادة اللي طبعا بالأوجاع. من ناحية تانية يظهر لنا الله فداءه، وكيف أعلن خلاصه، كيف ألبس آدم وحواء أقمصة من جلد، وكيف وعد أنه سيأتي مستقبلا من نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية من خلال عمل الصليب والخلاص الكامل لكل الجنس البشري. فإذا أحبائي هذه المقدمة مهمة جدا، أنه لما بتقرأ سفر التكوين الإصحاحات الأولى، وإذا بتقرأها عدة مرات تنزهل، تندهش من طريقة الخلق بشكل عقلاني وروحي بدون أدنى شك، طبعا ضد الفكر الأسطوري أو التطور اللي بيقود الإنسان إلى مجاهل
التخبط في الظلام وأسئلة كثيرة وأسئلة وأسئلة لا توجد أي أجوبة عليها، لكن الكتاب المقدس يعلنها بشكل واضح من بداية الخليقة. ابقوا معي، سنتحدث عن هل كان يوجد بشر قبل آدم. أهلا أحبائنا، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة، وموضوعنا في هذه الحلقة هل كان يوجد بشر قبل آدم. قبل ما أدعو الضيف المبارك، عاوز أقول إنه خلال كل التاريخ، تاريخ اليهود والرسل الأولين والرب يسوع حتى القرن الثامن عشر، يعني ما كانش أي أفكار معارضة لهذا الموضوع، لكن منشوف أنه في هذا الوقت، يعني أنا كنت برحلة في مصر واندهشت واستغربت عن كم من الناس اللي سألوا هذه السؤال، هل فعلا تؤمن أنه في كان أنه آدم هو أول الخليقة؟ طب وإيش مع الجيولوجيا؟ وهل فعلا تؤمن انه الحي بتتكلم؟ وهل تؤمن بالطوفان؟ وكل هذه الاسئله طبعا والتحديات. اليوم انا نفسي انه يقراوا اكثر عن حياه يسوع وعن خلاص يسوع واعلانات يسوع، لابد انه تنكشف وتتوضح الصوره. لكن معنا اليوم الشخص المناسب، هو صديق عزيز وغالي جدا على قلبي ومعروف لاغلبيه مشاهدينا، دكتور ناجي اسكندر. طبعا دكتور ناجي، خليني يعني ايش كيف ممكن اقدمه، انسان محب جدا، متواضع جدا، كان بيرأس طبعا كلية طبية وفي اعلى المراكز، ولكن دعوة الرب لحياته انه يترك حتى بس يكون حياته، قال انا حياتي بدي استمر فيها إنه أوضح فكرة الـ 11 إصحاح الأولى من سفر التكوين. ويمكن البعض بيتذكر كان ضيف عدة مرات وعملنا برنامج خاص عن فلك نوح، وأيضا بتشوفوه على القنوات الفضائية. أهلا وسهلا دكتور ناجي، أهلا وسهلا، أنت معنا على الهواء. أهلا يا أسيس نزار، أنا بيسعدني جدا أني أكون معاك عشان نناقش هذا الموضوع الهام جدا، وإحنا زي ما أنت قلت في الأول بنرحب بكل الأسئلة ونحترم كل الأفكار، لكن علينا أن إحنا نفحصها زي ما الرسول بولس بيقول امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. فده برنامج رائع وبشكرك من أجل وجودي معاك النهاردة. شكرا كتير يا دكتور، وكمان خليني بس أنبه أنه دكتور ناجي عمل كتاب أكثر من رائع، اسم الكتاب بعنوان الخليقة تحت المجهر. ممكن بس تعطينا ولو لمحة بسيطة عن الكتاب دكتور ناجي. شكرا. الكتاب ده صدر سنة 2018 من كنيسة ماري مرقص في مصر الجديدة في القاهرة، والكتاب ده بيستعرض فكر الخلق الكتابي المعجزي في ستة أيام الخليقة كما يسجلها الكتاب المقدس، وبنقارن ده بنظرية النشوء والارتقاء بتاع داروين وبنظرية البيج بانج أو الانفجار العظيم، وبنشوف المشاكل العلمية اللي موجودة في كل النظريات اللي هي نظرية النشوء والارتقاء والانفجار العظيم، ونقارنها بكلمة الله الصادقة، ونوضح أهمية الله الخالق، لأنه إن ما كانش الله خالق مش هيبقى فيه أبداً أي معنى للحياة، لأنه الله الخالق والله الفادي هو اللي بيوصلنا للشركة الحقيقية معاه.
طبعا بذكرني بكلام يسوع المسيح عندما قال فتشوا الكتب، وكما يقول الكتاب عن أهل برية فاحصين الكتب. وحبيت لما ابتديت أنت ذكرت أنه امتحنوا كل شيء، هذه حقيقة. دكتور ناجي، أنت بتسافر كتير وبيدعوك تتكلم في جامعات كثيرة وفي مؤتمرات كثيرة، وأنت تركت الطب خصيصا. أنت بتتكلم أنه هاي دعوة خاصة من الرب فقط خصيصا أنك تتكلم بهذا الموضوع. واليوم حديثنا عن السؤال المباشر اللي راح أوجهه لإلك، هل فعلا كان في خليقة قبل أو بشر قبل آدم، وما هي الأدلة والإثباتات على هذا الموضوع؟ تمام. الحقيقة الكتاب المقدس بيوضح أن خلق آدم كان خلق متميز على صورة الله وشبهه. نعم. ده ما بينطبقش على أي من الحيوانات أو الكائنات اللي موجودة قبل كده. والله بيوضح أن خلق آدم كان من تراب الأرض، والرب نفخ في أنفه نسمة حياة. فالخلق هو عمل معجزي، مش عمل نكتشفه في المعمل. الخلق ده حاجة فوق المعلومات اللي عندنا والقواعد اللي عندنا. فخلق آدم هو خلق متميز، وحواء من ضلع آدم، وعشان كده آدم بيقول هي أم كل حي. مفيش أي أدلة في الحفريات تبين إنه كان في إنسان قبل آدم. كل اللي بيقولوا إيه في نظرية النشوء والارتقاء، بيقولوا إن في جد تخيلي أعظم. ما عندناش حفريات لهذا الجد التخيلي الأعظم، ما عندناش صور فوتوغرافية لهذا الجد التخيلي الأعظم. وبيقول لك الجد التخيلي الأعظم ده يعني ظهر على الأرض من 4 مليون سنة ل 6 مليون سنة. طبعا ما فيش أدلة على ده، دي كلها افتراضات. وبعدين بيقول لك إنه من الجد التخيلي الأعظم في فرع اتفرع للقرود والنسانيس، وفرع اتفرع للإنسان. وفرع الإنسان قالوا في حاجة اسمها النندراتال، وحاجة تانية اسمها هومو هابيلس وهومو إريكتس، وبعدين هومو سيبينز اللي هو وصف الإنسان الحالي. حاليا في الدراسات اللي اتعملت على النندراتال قالوا إن ده إنسان كامل زي وزيك، وإن في الجينات بتاعتنا 3% من النندراتال. فعايز أقول إن دي كلها حاجات معمولة بافتراضات، إن مفيش خالق، وإن إحنا جينا من تفاعلات كيماوية، والتفاعلات الكيماوية دي عملت أول خلية، والخلية تطورت عشان تبقى إنسان. العلم بيقول إن ده مستحيل يا أسيس نزار، مستحيل. لأنه عشان تنتقل من حاجة أقل لحاجة أعلى لازم تحط معلومات جديدة على الجينات في الدي إن إيه، وبالتالي لا يمكن إن إحنا نكون بنتطور بهذا الشكل. الله خلقنا كجنسه، وداخل الجنس الواحد في اختلافات وفي تغيرات. فلو قلنا مثلا إن في 200 نوع من الكلاب، ربنا ما خلقش 200 نوع من الكلاب في اليوم السادس لما خلق دبابات الأرض. هو خلق الذئب والذئبة اللي فيهم الشفرات الوراثية اللي تتحول إلى أنواع مختلفة من الكلاب عبر الزمن. فنرجع لخلق آدم. خلق آدم كان خلق متميز، ما هواش جاء من كائنات أقل منه وبعدين ربنا رقاه وخلاه آدم، لكن ده خلق متميز على صورة الله وشبهه. عشان كده لما سقطنا في آدم، لما آدم سقط في الخطية، كنا إحنا ممثلين كالجنس البشري جواه، وبالتالي الموت دخل إلى العالم. نعم. والموت ليه بعدين، الموت الروحي الانفصال عن الله، والموت الجسدي اللي بيحصل دلوقتي واللي حصل في حياة آدم بعد 930 سنة من حياته. فالحقيقة يا أستاذ نزار، خلق آدم المتميز مهم جدا لفهم الإيمان المسيحي، ودي أساسيات الإيمان، والشيطان بيضرب في أساسيات البناء ده عشان يهده كله. لكن طبعا كلمة الله أقوى وأوضح، والعلم التطبيقي أو العلم التشغيلي لا يتعارض بالمرة مع الكتاب المقدس. طبعا في أدلة كثير على هذا الكلام. خليني أوجه لك كمان سؤال دكتور ناجي. طبعا إحنا منشوف في تميز بخلق الإنسان اللي هو آدم، ويعتبر آدم التحفة أو تاج الخليقة، والتميز تبعه أنه الله جبل آدم من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار نفس حية. يعني كل شيء بموت حتى آدم، يعني من كلمة أدما بتعني التراب أو أحمر.
أيوة. يعني كل شيء بيرجع للتراب، لكن انه من هاي اللحظة اي انسان يولد خلاص يصبح انسان خالد، يعني نفسه خالدة حتى بعد الموت إلى الأبدية، بغض النظر سواء حياة أبدية أو الهلاك الأبدي. فهي اللحظة اللي تميز آدم إنه هو تاج الخليقة. لكن البعض إنه البعض اللي بجادل في الموضوع إنه في فرق بين خلق الإنسان في الإصحاح الأول أو خلق آدم بالإصحاح الثاني، فهل فيك تلقي الضوء ولو شيء على هذا الموضوع؟ تمام، شكرا يا أسيس نزار. على فكرة الكتاب المقدس لما اتكتب كان متسلسلة على طول، ما فيش أصحاحات وأعداد، وكان سفر التكوين متقسم لحاجة اسمها 11 توليدوت، اللي هو هذا كتاب مواليد كذا وكذا. صح. فأصحاح واحد الرب بيشرح لنا خلق العالم كله، وفي اليوم السادس خلق الإنسان. في أصحاح 2 اسمه فلاش باك، بيرجعنا تاني بالتفصيل لخلق الإنسان اللي هو آدم. فكلمة آدم والإنسان الاثنين بيتناقلوا مع بعض بدون أي تمييز بينهم، لأنه بيقول خلقهما ذكرا وأنثى. وفي الأصحاح 2 بيشرح بقى تفصيلات أحداث اليوم السادس أساسا، وبيورينا إزاي الله لما صنع الإنسان من تراب الأرض، لأن الإنسان ما تخلقش في السماء وبعدين وقع على الأرض لما سقط، لأن جنة عدن موجودة على الأرض، لأن جسمنا يتأقلم مع الحرارة ومع الضغط ومع الأكل ومع كل الحاجات اللي احنا عايشين فيها على الأرض اللي احنا عايشين فيها. لكن ما ينفعش أن يكون الإنسان اتخلق في منطقة بعيدة عن الأرض، لأن جسم الإنسان متأقلم مع الحياة على الأرض. فالله خلق الإنسان أو خلق آدم، الاثنين كلمتين بيتناقلوا مع بعضهم بدون أي تفرقة، وخلقوا على الأرض. وبعدين غرس الرب الإله جنة عدن، فكانت أشجار كاملة لما آدم اتخلق في اليوم السادس عشان يقدر يأكل منها ويعيش منها. وبعدين الله عطى لآدم سلطان على بقية الحيوانات، فهو سماها، والتسمية دي معناها أنه عنده القدرة على إن هو أعلى منها عشان يديها اسم. وربنا قدم له according to their kind، يعني حسب جنسها، فما قدملوش كل أنواع زي ما قلت في الأول. لو قلنا في 200 نوع من الكلاب، هو قدم له الذئب والذئبة، القوارض، الدبابات الأرض، وهكذا. فآدم خلق وعنده ذكاء عالي جدا، لأنه بيقدر يتكلم من أول يوم وبيقدر يفكر من أول يوم، فهو ما عداش كطفل وبعدين فتى وبعدين شاب وبعدين رجل كامل. هو كان كامل من ساعة ما ربنا خلقه في اليوم السادس. وده تميز عالي جدا جدا جدا. احنا ليه عايزين نقلل نفسنا ونقول ان احنا جينا من الحيوانات؟ ده شيء غريب جدا. لان الشيطان عايز يزعزع فكرة ان احنا متميزين لاننا خلقنا على صورة الله. طبعا يا أسيس نزار، في تشابه بين جسمنا وجسم القرود وجسم كائنات تانية كتيرة، لأن كلنا عايشين في نفس الأرض. فمثلا أنا محتاج للإنسولين علشان يحرق الجلوكوز في جسمي عشان يديني طاقة. الحيوانات التانية برضو محتاجة الإنسولين يعمل لهم نفس التمثيل الغذائي ده. فنلاقي مثلا في الطب أنه أكتر إنسولين قريب للإنسان هو إنسولين الخنزير. مش معنى كده أن إحنا أولاد عم، لكن معناها إن الله عطى مركبات تصلح لكل الكائنات اللي هتعيش على الأرض. فوجود التشابه بيننا وبين كائنات أخرى لا يعني إن إحنا جينا منها، لكن يعني إن في مصمم واحد وخالق واحد لكل هذه الكائنات. طيب خليني أسألك كمان سؤال. إحنا طبعا الدليل الأكبر هو من سفر التكوين، كيفية خلق الإنسان، وأنا عاوز أوجه السؤال وأخذ فاصل عشان أعطيك فرصة. هل في أدلة أخرى بالكتاب المقدس نصا بتأكد أنه آدم هو الإنسان الأول؟ سأخذ فاصل وبعدين نرجع نكمل مع بعض دكتور ناجي.
هل كان يوجد بشر قبل آدم؟ معنا ضيف الحلقة دكتور ناجي اسكندر، وهو عم بشاركنا في هذا الموضوع. تفضل دكتور ناجي، أنا سألتك إذا في أدلة أخرى في النص الكتابي اللي تؤكد يعني آدم هو الإنسان أو الخليقة الأولى. طبعا الرسول بولس بيقول أنه كما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، وبيتكلم عن آدم الأخير الرب يسوع المسيح اللي جاء في الجسد علشان يدفع ثمن الخطية اللي علينا. فالكتاب المقدس في كل أجزائه بيؤكد أنه الإنسان خليقة متميزة على صورة الله وشبهه، وبسقوط الإنسان كان لازم يتم الفداء عن طريق الرب يسوع. الرب يسوع المسيح لما سألوه عن موضوع الطلاق قال لهم أما قرأتم منذ البدء خلقهما ذكرا وأنثى. فمنذ البدء هو بدء الخليقة، والرب يسوع بفمه المبارك بيقول أنه خلقهما ذكرا وأنثى. وعلى فكرة في النشوء والارتقاء عندهم مشكلة كبيرة قوي، إزاي ظهرت الأنثى وإزاي ظهر الرجل؟ دي كلها مشاكل علمية ضخمة ولا توجد إجابات شافية عليها بالمرة. لكن الكتاب المقدس في كل أجزائه بيوضح أن إحنا سقطنا في آدم الأول، عشان كده محتاجين لآدم الأخير الرب يسوع المسيح اللي هيخلقنا الخليقة الجديدة بالإيمان به. فآدم شخصية مهمة جدا، لو ضيعنا آدم يسقط جزء أو يسقط الفكر المسيحي والإيمان المسيحي. عارف يا أسيس نزار، لما لوقا بيكتب في بشارته عن نسل الرب يسوع في أصحاح 3 بيوصل لحد آدم. فلو آدم شخصية اعتبارية أو شخصية رمزية، يبقى ابنه شيس شخصية رمزية، يبقى نوح شخصية رمزية، يبقى إبراهيم شخصية رمزية، يبقى داود شخصية رمزية، يبقى المسيح شخصية رمزية. لكن احنا عارفين المسيح حقيقة، لأنه بمجيئه قسم التاريخ لما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. فحقيقة ميلاد المسيح نفسها تؤكد حقيقة أن في رأس لهذه الخليقة البشرية اللي هو آدم وحواء. وطبعاً الرب يسوع المسيح الطاهر المبارك شهد لبدء الخليقة كما ذكرت من متى 19، وشهد أيضا لطوفان نوح، وشهد أيضا ليونان والحوت. لكن اليوم اللي بنسمع يعني في يعني واحدة من التحديات اللي بيسألونه فيها إنه طب ما هذه القصص موجودة يعني قبلا، قصص الخلق وقصص الطوفان وقصص كثيرة موجودات في يعني مخطوطات قديمة أو على حجارة اللي بتتكلم عن هذا الموضوع. شو ردك على هذا الموضوع؟ ده سؤال مهم جدا جدا، والإجابة عليه بكل بساطة إنه فعلا في حضارات كثيرة بتتكلم عن الخلق وبتتكلم عن الطوفان، أشهرها الحضارة السومرية، واللي في الشخص اللي مشهور فيها اسمه جلجامش، ولقوا 12 حجرة مكتوب عليها وثائق لجلجامش، قدروا يقروا حوالي 11 حجرة منهم، والحجرة ال 12 شغالين عليها، وموجود فيها قصة الطوفان. وبيقولوا ان والأحجار دي تاريخها قبل تاريخ كتابات موسى. فبيقولوا ان موسى في كتابته للتوراة أخذ أفكار جلجامش وحطها في سفر التكوين. تعال ندرس هذا الافتراض. في جلجامش بيوصف الطوفان انه قعد اسبوع، لكن في الكتاب المقدس بيقول الطوفان قعد 371 يوم. الاهم من كده، في جلجامش بيوصف الفلك على اساس انه مكعب، طوله 200 ذراع وعرضه 200 ذراع وارتفاعه 200 ذراع، ومتكون من 6 طبقات. عملوا الدراسه الكوريه في 1992، ودول ناس بتوع علم البحار وانجينيرز يعني مهندسين ما لهمش علاقة بالإيمان المسيحي، حطوا النموذج بتاع فلك جلجامش ده على نموذج للكمبيوتر، لقوا انه يتقلب 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 وكل الكائنات اللي جواه تموت. حطوا المقاسات بتاع فلك نوح اللي هي 300 ذراع في 50 ذراع في 30 ذراع ارتفاع،
لقوا ان ده يدي اكتر استابيليتي، اكتر ادى اكتر ثبات، ويدي استمراريه، وانه يحتمل الموج العالي. يبقى مين ناقل من مين؟ تمام. المعلومات الغلط موجوده عند جلجامش، المعلومات الصح موجوده عند موسى اللي هو في سفر التكوين. يبقى سفر التكوين هو الاصدق. القضيه بقى بتاع ليه في قصص كتيره للخلق والطوفان نوح، لانه بعد الطوفان لما انتهى الناس تجمعوا في ارض شنعار وبنوا لنفسهم برج عالي اللي هو برج بابل عشان يعبدوا الهه اخرى. الرب بلبل ألسنتهم، فخرجت المجموعات البشرية إلى أماكن مختلفة من العالم، ومعاها نفس قصة الخلق وقصة الطوفان، لكن حوروها حسب الحضارات بتاعتهم. اللي موجود ده محور من الأصل. ووجود قصص للطوفان، في أكتر من 200 قصة للطوفان، ده يؤكد أن كان في حدث حصل. إمتى بقى نعرف إيه الصح وإيه الغلط؟ لما نمسك العلم التطبيقي زي ما أنا شرحت، زي ما الناس بتوع كوريا عملوا دراسة على الفلك ولقوا أنه فلك نوح هو اللي يثبت في الأمواج العالية وفي الطوفان، لكن الفلك اللي بيوصفه جلجامش ده ملوش أي معنى. أنت بتقصد القياسات، يعني قياسات الفلك أنه استحالة يغرق في المي. بالضبط كده، فلك نوح ما يغرقش، والكائنات اللي جواه تقدر تعيش، لأنه الهزة الشديدة في المية برضو ما هي مشكلة. فالاستابيليتي والسيفتي وكل الأمور دي في فلك نوح مثبوتة علميا، لكن في المواصفات بتاعت جلجامش كلها لا يمكن أن تكون، مش ممكن يعيشوا جوا حد. فيبقى مين اللي بيقول الصح ومين بيقول الغلط؟ حاجة تانية يا أسيس نزار، في الخلق يقول لك الخلق في جلجامش والحضارة السومرية إنها خناقة بين الآلهة، وانه فصلوا، كان الارض والسماء ملتصقين، وبعدين ابن من بتوع الالهه مزعهم من عن بعضيهم. كلها خرافات مصنعه، لكن لما تقرا في الكلمه المقدسه الكتاب المقدس تلاقي انه في البدء خلق الله السماوات والارض. الله الواحد، الله المثلث الاقانيم، الوهيم، هو الخالق بكلمه قدرته. ده فرق شاسع بين قراءات الحضارات السومرية والبابلية مع قراءات الكتاب المقدس. فرق شاسع جدا. عشان كده أنا يا أسيس نزار بحب أقول أحداث الكتاب المقدس، لأن دي مش قصة بمعنى كان يا مكان في قديم الزمان، لكن دي أحداث حقيقية صنعها الله بقدرته السرمدية. عشان كده علينا نحترمها وندرسها ونفهمها ونقارنها بكل الآراء المختلفة، ما فيش أي مشكلة، لكن نتمسك بالحق. طبعا مش كل شيء يعني فوق العقل أو ما بنفهمه بالعقل المجرد معناته ضد العقل أو ضد المنطق. فأنا لما بقرأ قصة الخليقة بشوف في تسلسل، بشوف في تناغم، بشوف في لوجيك، يعني في منطق في كل الأحداث. بس دكتور ناجي، لا يخفى عليك في اعتراضات كتيرة، وأنا عاوز يعني أسرد بعض الاعتراضات. يعني واحدة من الاعتراضات اللي هي الجينات، أوكي؟ يعني خلينا قبل أنه الزواج مثلا قائين أو كده، اليوم التشعب الأرض أو الألوان، يعني بتشوف مثلا الأفريقي أسود، بتشوف الرجل الصيني مثلا عينيه بشكل معين، بتشوف الرجل الأبيض بشكل معين، بتشوف الأبوريجينالز الناس الأصليين، سواء يعني نقول في أستراليا الشكل بتاعهم شوي بيختلف عن شكل مثلا واحد من دولة أو من بلد تاني. فشو التفسير بتاعك لكل هذه الاختلافات في المظهر في الشكل؟ تمام، ده كلام مهم جدا. أنا زمان لما كنت بدرس بيولوجي كانوا في علم الأحياء يقولولنا أن في أجناس مختلفة، القوقازي والمنغولي والنيجيري وهكذا. عملوا حاجة اسمها مابينج للهيومن جينوم، عملوا الخريطة الجينية بتاعت كل الكائنات دي، خدوا منهم عينات وفحصوها وعملوا خريطة كاملة. عارف الاستنتاج اللي وصلوا إليه؟ قالوا كلنا جنس واحد، مفيش حاجة اسمها أجناس، دي مجموعات بشرية لكن كلها جنس واحد. عشان نكون بني آدمين، البني آدم يعني اللي بيعرفوا إيه الكروموزومات اللي جوانا،
في 46 كروموزوم، 23 زوج منهم تمام، 22 زوج اسمهم سوماتيك، دي اللي بتدينا الأشكال المختلفة، وال6 كروموزوم اللي هو XX ولا XY. فالراجل اللي شكله من بره أسود أو زنجي أو راجل من أفريقيا أو راجل من أوروبا أو أمريكا أو أستراليا أو أي حتة، عنده نفس العدد ده. كلنا عندنا 46 كروموزوم دول عشان نبقى بشر، فكلنا متحدين في هذا. الاختلافات بقى دي سهلة جدا تفسيرها بالجينات، وده تفسير علمي كامل. الجينات احنا بناخد نص الصفات الوراثية من الأب ونص الصفات الوراثية من الأم. فاللي بيحصل ايه؟ انه لما بعد برج بابل اتوزعت المجموعات البشرية، فحصل تركيز للمعلومات الجينية في كل منطقة. فتلاقي مثلا جماعة الصينيين العين بتاعهم مختلفة عن العين بتاعة الناس اللي في أوروبا مثلا تمام؟ لكن هي نفس العين، هي نفس العدسة ونفس القرنية ونفس الشبكية ونفس العصب البصري. كل الاختلاف هو الباد اوف فات، يعني الدهون اللي موجودة في الجفن اللي تحت والجفن اللي فوق، لكن هم زينا بالضبط وإحنا زيهم بالضبط. ده يدل إن في مصدر واحد لهذه الجينات. فالله لما خلق آدم وحواء حط فيهم جينات لها القدرة على التناغم والتغير بصورة رائعة جدا 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 جدا. علشان كده عندنا هذه الأشكال المختلفة. وتلاقي لو واحد مثلا لون البشرة بتاعته ده نتيجة حاجة اسمها الميلانين، وده بيتحكم فيه الجينات. فلو واحد راجل أسود مثلا تزوج واحدة بيضة، الأولاد بيطلع ألوانهم مختلفة بعد كده تمام، لان دخول الجينات دي مع بعضها بيطلع برودكت تاني، بيطلع ناتج تاني. فالحكايه دي الحقيقه انا عندي محاضره كامله عشان اشرح هذا الموضوع برسومات وببيانات وبالجينات بالتفصيل. لكن الملخص بتاع كل الكلام ده يا أسيس نزار، ان العلم التطبيقي اللي احنا كلنا بنؤمن به بيؤكد ان ممكن يكون في هذه الاختلافات المهوله، لان المصدر اللي فوق اللي الله عمله في ادم وحواء انه كان في كل الفرايتي، كل الانواع المختلفه دي وتجميعاتها المختلفه بتطلع الاشكال دي. فدي مش مشكله بالنسبه لعلم الجينات بالمره. طيب خليني يعني وانت بتتكلم استحضرتني ايه في سفر اعمال الرسل اصحاح 17 مكتوب اذ هو يعني الله يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد، صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنه. يعني اللي لفت انتباهي من خلال كلامك إنه الآية موجودة، صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض. بالضبط. وده كمان الرسول بولس ما كانش عنده المعلومات الجينات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، لكن هو عارف من الوحي الإلهي ومن الكلمة الإلهية الصادقة ومن المعرفة الحقيقية ان من دم واحد صنع الرب كل ده. وزي ما قلت لك لما عملوا الخريطة الجينية للعالم كل البشر، لقوا ان كلنا جنس واحد، ما فيش حاجة اسمها أجناس على فكرة، هي مجموعات بشرية مختلفة، وكلنا عندنا 46 كروموسوم دول بتوع البشر. طيب طبعا في ناس عندها امراض واختلافات، بس ده موضوع تاني مش عايز ادخل فيه دلوقتي. اتفضل. في سؤال تاني او اعتراض تاني طبعا اللي هو دائما بتسمعه، طيب اذا قائين قتل هابيل، طيب بمن تزوج قائين؟ تمام، ده سؤال منطقي جدا يا أسيس نزار. والكتاب المقدس بيشرح لنا في تكوين أصحاح 5 وعدد 4 إن آدم وحواء كان عندهم بنات وأولاد تانيين غير قايين وهابيل وبعد كده شيث. الكتاب المقدس مش بيذكر كل أسماء الأبناء والبنات بتوع آدم، لأنه غرض الكتاب المقدس إنه يشرح لنا تعاملات الله مع الإنسان. فبيتكلم عن الشخصيات المحورية اللي زي شيث اللي هيجي من نسل المسيح بعد كده. لكن آدم قايين وهابيل كانوا كبار في السن ساعة لما قايين قتل هابيل، لأنه كان قايين كان مزارع، يعني رجل كامل بيشتغل، وهابيل كان راعي أغنام، فهم ما كانوش عيال صغيرين بيتخانقوا، كانوا ناس كبار.
في الفترة الزمنية دي كان آدم وحواء عنده أولاد وبنات آخرين. نعم. نيجي بقى نقول إزاي قايين يتجوز أخته؟ دي جريمة. لا، الفكرة إحنا لما بنتجوز بنتجوز من العائلة البشرية، مش بنتجوز من الحيوانات مثلا، بنتجوز من العائلة البشرية، لكن بنتجوز قرايبنا البعاد قوي. في البداية لأن الجينيتك بول اللي هي الصفات الوراثية كانت نقية جدا، ما كانش لسه حصلت الطفرات العشوائية، فكانت النتيجة أنه لما يتجوز واحد من قريب قوي ليه ما تظهرش الصفات المتنحية الضعيفة. تلاقي مثلا الناس اللي عايشين في الواحات والحتت المغلقة اللي بيتجوزوا من بعض طول الوقت، تلاقي الصفات المتنحية ابتدت تظهر في الأجيال المتتالية بعد كده. لكن في البداية كان الجينيتك بول ده اللي هو المعلومات الوراثية نقية جدا، ما فيهاش أخطاء، يعني الطفرات دي أخطاء، copying mistakes نسميها، فما كانش فيه أخطاء. فكانت النتيجة لما إنسان يتزوج أخته زي وقت آدم يعني، ده ما كانش محرم. إمتى بقى ربنا حرمه؟ ده في موسى بعد حوالي 2500 سنة، لأن الطفرات الوراثية العشوائية المسيئة للجسم دي ابتدت تتكاثر عبر الأجيال وراء بعضها. فالرب بعد كده في الشريعة الموسى في سفر اللاويين، وده كان حوالي 1500 سنة من آدم ومن قايين، الرب قال خلاص ممنوع زواج الأقارب القريبين، لكن إحنا بنزوج الحقيقة قرايبنا البعاد، وإلا بنخرج خارج حدود البشر، تبقى مشكلة. لا يمكن يحصل. والرب حرم هذا الشيء، يعني حرم الزواج بسفر اللاويين إصحاح 18، لكن قبل شريعة موسى يعني الدلائل أنه مثلا يعني يوكباد تزوج عمته اللي خلف طبعا موسى وهارون ومريم. منشوف إبراهيم تزوج سارة نص أخته بس مش الشقيقة، لكن في شريعة موسى حرم الزواج بالزبط. من العم ومن الأخت من كل المقربين، وإذا بالزبط. أي شخص بشوف العورة كان العقاب الموت، يعني لهالدرجة كان مهم جدا في شريعة موسى. طبعا، والله سمح في الأول بالتزاوج داخل العائلة الواحدة، وبعد كده أصبر جيل اتنين تلاتة هتبص تلاقي عندك تشكيلة أكبر أكبر أكبر، وما يحتاجش يبقى الزواج للأقارب القريبين قوي. فالسبب الوراثي زي ما بحكي لحضرتك هو انه في البداية كان الصفات الوراثية نقية جدا، ومع دخول الخطيئة العالم ابتدت تحصل الطفرات العشوائية اللي بتطلع الصفات الغلط الوحشة. ولما نتجوز من اماكن بعيدة تكون النتيجة ان الفرص بتاع الصفات المتنحية دي انها ما تظهرش بصورة قوية جدا. ففكر الله واضح جدا في الكتاب المقدس، وما فيش مشكلة أبدا إن قايين يكون تزوج من أخته، وده شيء ما فيهوش أي مشكلة في البداية، لكن بعد كده في شريعة موسى الرب بكل وضوح وقف هذا الأمر. تفضل دكتور. تفضل يا أساس. لا كنت بدي أقول بدي أقرأ آية من سفر التكوين إصحاح 4 في آية 3 مكتوب: وحدث من بعد أيام. وهي الكلمة هاي الجملة طبعا فيها فترة زمنية. البعض يعني بيعتقد انه قايين كان ممكن اوريدي متزوج، لانه القصة مش يعني ولدت قايين ولدت هابيل فراح قايين قتل هابيل. الآية 3 مكتوب: وحدث من بعد ايام. وحدث من بعد ايام يعني فيك تحط الفترة الزمنية كيف ما أنت عاوز، لأنه في دراسة النصوص أو في علم النصوص، يعني لما بتتعلم تفسير الكتاب المقدس دائما بتقارن الروحيات بالروحيات، مش بتتكلم بتستنتج على أمور خارجية خارج عن الكتاب المقدس حتى تثبت نظريتك. لكن هون مكتوب وحدث من بعد أيام، ممكن تكون يعني أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب وقدم هابيل، فإحنا ما بنعرف هاي الفترة الزمنية إمتى قتل. في الكتاب المقدس يعني بركز على الشخصيات المحورية، يعني مش عم بيمشينا بتاريخ
كرونولوجيكال اللي هو بشكل تسلسل يعني بالضبط، يعني بياخذ شخصيه وبيتكلم عن الشخصيه. لما تكلم عن سلسله قائين بيتكلم عن هذه السلسله، لما بيتكلم عن سلسله مثلا شيث ابن ادم او حواء مكتوب وعاش ادم 130 سنه وولد ولدا على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثا، وكانت أيام آدم بعد ما ولد شيث 800 سنة. بعدين لاحظ الكلام، وولد بنين وبنات، وكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات. بعدين بيأخذ شخصية شيث ولد أنوش، بركز على أنوش لكن ما بركزش، وولد بنين وبنات. بعدين بيتكلم عن قينان، بعدين بيتكلم وهكذا حتى يصل لنوح. فبيأخذ سلسلة احنا بنسميها في الدراسة اللاهوتية selective history، اللي هو يعني بيختار شخصيات معينة لأنه عاوز يوصلنا للنسل الفداء اللي هو تم طبعا بيسوع المسيح. فإذا ممكن يكون آدم أو سوري ممكن يكون قائين متزوج قبل ما قتل قائين. بعرف يعني بحسب المؤرخ يوسيفوس، بقول يوسيفوس أنه آدم كان عنده 33 ولد وكان عنده 22 بنت، والله أعلم طبعا مش عارفين. وفي نقطة مهمة قوي وانت بتقرأ هذا الجزء يا أسيس نزار، بيقول أني آدم عاش 800 سنة بعد ما ولد شيث وولد ولد بنين وبنات، مش بيقول ثم ولد. يعني ايه ثم؟ تعني التتابع، لكن واو تعني العطف. فمعنى كده ايه؟ انه ده بيحكي عن تاريخ ادم انه كان عنده اولاد وبنات، لكن هو بيركز زي ما حضرتك قلت على شيث لان ده النسل المبارك وانوش ويستمر لحد نوح وابراهيم وداود. فاللي انا عايز اقوله انه كان في بشر تاني كتير عائلة ادم وكانوا بيتكاثروا وكان ممكن يتزاوجوا من بعض في الأول، وبعد كده زي ما قلنا الرب منع ده في شريعة موسى. فده كلام ما فيش أنه مشكلة، وده يحل الإشكال التاني بتاع طيب مين اللي كان قايين خايف منه بيقول كل من وجدني يقتلني. فعلا هذا السؤال التاني اللي كنت عاوز أسأله، لأنه بتطلعوا على النص يعني لكن بينسوا عدد السنين اللي كانوا يعيشوها الناس. كل واحد كان يعيش يعني مثلا معرش متشالح عاش 969 سنة، فبركز على النص بقول طب خايف من مين قائين حتى يعني يكون هارب وكل من وجده ينتقم منه. تفضل. طبعا كان خايف من ان بقية العيلة بتاعته تنتقم لموت اخوهم هابيل. نعم، فكان خايف من هذا الأمر جدا، علشان كده الرب أعطاله علامة ما نعرفش إيه هي العلامة دي، وقال إني ما حدش هيقتل قايين واللي هيقتل قايين هينتقم منه 7 أضعاف. وبعدين بنعرف إنه قايين بنى مدينة بعد كده، وبنى مدينة لأن كان في بشر، لأن كان في ناس، لأنه كان في قرايب، لأن كان في عيلة كبيرة، وابتدت التكاثر ده يكتر يكتر يكتر. وبيورينا ان الانسان الاول كان متحضر جدا. في اصحاح 4 من سفر التكوين بيقول لنا ان كان في رعاه للاغنام، فكان يقدروا يعرفوا يعني ايه رعايه اغنام وتولدها وكل الامور دي. كان في كمان كل ضارب بالقيثاره، فكان عندهم ميوزيكال اندستري، يعني عندهم موسيقى وعندهم فن بالظبط. وبعدين كان في بقى الاهم من كده انه كل العاملين بالنحاس والحديد. النحاس والحديد دي هي السبائك، والسبائك دي عشان تفصل النحاس من الحديد ده عايز تكنولوجيا عالي جدا. فالإنسان الأول كان في منتهى الذكاء ومنتهى القدرة. احنا فاكرين الإنسان ده حسب فكر التطور ان كنا متخلفين متخلفين متخلفين، وبعدين الذكاء ابتدى يزيد وبعدين جاء الإنسان الحديث. ده كلام مش صح بالمرة، لأن الكتاب المقدس بيقول لنا ان الله خلق الإنسان بكل الذكاء والحكمة والقدرة، وبعد كده للأسف ابتدى الإنسان يبعد عن الرب وينحدر في أخلاقياته وينحدر في قدراته الجسدية كمان. فما فيش أي مشكلة في أن في بشر تانيين، وأنه قايين اتزوج من أخته في الأول صح،
وانه كان خايف من ان اخواته ينتقموا لاخوهم هابيل اللي مات او اتقتل. يعني التصديق لكلامك في نفس الاصحاح، في الاصحاح الرابع بيتكلم عن لامك، بقول أيوة. وقال لامك لامرأتيه، بيحكي مع النسوان، عادة وصلة اسمعا قولي يا امرأتي لامك واصغيا لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي. الظاهر أنه كان متزوج نسوان تنتين وكانوا رافعين الضغط بتبعه الظاهر، وهي دائما مشاكل الزواج أكثر من امرأة اللي هي طبعا ضد فكر الله في الكتاب المقدس. لكن لاحظ الكلام، إنه ينتقم لقايين 7 أضعاف وأما للامك ف77، يعني 77 مرة. فإن الفكرة إنه القصة معروفة، وعلى فكرة إنه العيلة تنتقم، فقال لا لا لا، إذا قايين في انتقام 7 أضعاف أنا أي واحد راح يمس طرف، تعرف الكبرياء الشرقي اللي بمس طرفي، يعني 7 في 70 مرة راح ينتقم منه. بالضبط كده، وده يورينا أن العقوبة اللي حصلت على قايين كانت معروفة عند الناس في الأجيال اللي بعديها، معروفة. وبيبين كمان قساوة قلب الإنسان زي ما حضرتك قلت يا أسيس نزار، لأنه والله منذ خلقهما ذكرا وأنثى، زوجة واحدة لشخص واحد، لكن لامك غلط وتزوج 2. فالإنسان بيعصى الله من ساعة ما آدم وحواء عصوا الله في الجنة وخرجوا منها، ابتدى سكة العصيان شغالة على طول على طول على طول، فحصل القتل وحصل تعدد الزوجات. فدي كلها بتورينا قساوة قلب الإنسان ودخول الخطية وتأثيرها الأخلاقي علينا، كما تأثيرها المادي على أجسادنا كمان، فكله متناسق مع بعضه طبعا. طبعا يعني منشوف التدهور الأخلاقي يعني بعد هاي الإصحاحات. لكن في إصحاح، خليني أشوف، يعني بيتكلم عن الزواج من في إصحاح 6، وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فطبعا البعض بيدعي فاتخذوا طبعا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا، فقال الرب لا يدين، يعني مش راح يضل روحي في الإنسان لزيغانه، إنه بشر أو هو بشر، وتكون أيامه 120، كان في الأرض طغاة، يعني طبعا اللي هي نفليم اللي نوع من الجبابرة، يعني جنس معين من الناس اللي هو الجبابرة. ممكن توضح لنا الفكرة؟ أن البعض يعني بيقولها ها شايف في ناس من خليقة أخرى غير آدم وحواء. ده الكلام ده حصل في وقت نوح، وده كان حوالي 1600 سنة من بدء الخليقة. فالطوفان حصل حوالي سنة 1650 من بدء الخليقة. تمام؟ فدي مدة زمنية مش قليلة. في الفترة دي الإنسان عمال يبعد عن الله، يبعد عن الله، يبعد عن الله. فالكلمة بتاعت أبناء الله وبنات الناس، ناس فكروها، يعني في أكثر من مدرسة للتفسير، هقولهم بسرعة وهقولك أنا مستريح لإيه. في ناس قالوا إن أبناء الله دول الملائكة الساقطين، أخذوا أجساد وتزوجوا بين النساء. ده طبعا في مشكلة كبيرة ان يكونوا ملائكة وياخدوا اجساد، لانه لازم الزواج عشان يحصل يبقى فيه جسد مع جسد. دي فكرة ليها مشاكل كبيرة قوي، بالاضافة لانه ما نقدرش نقول عن الملائكة الساقطين انهم ابناء الله، دول ساقطين. في ناس تاني قالت انه ابناء الله اللي هم نسل الشيث النقي، وبنات الناس اللي هم بقية النسل، فاختلط الناس اللي بيعبدوا الله بالناس اللي مش بيعبدوا الله. ناس تاني قالوا انه ابناء الله دي كانت ممكن بتطلق على الحكام والناس القادة، انهم تزوجوا من عامة الشعب وكانوا طغاة واخطأوا في علاقتهم، لكن الخلاصة انه شر الانسان زاد على الارض وكان طغاة، ومنهم النفثاليم دولة العماليق اللي الرب قضى عليهم وقضى على كل البشر، لانه الهدف من الطوفان انه يقضي على البشر،
فلو قلنا ملائكة تزوجوا مع بشر، طب المنتج بتاعهم ايه، بشر ولا ملائكة ولا ايه بالظبط؟ فأنا ارتياحي الشخصي ان هم نسل شيث اللي بيعبد الرب مع النسل البشر العاديين اللي هم قايين وغيره، والنتيجة انه كان في العمالقة دول. العمالقة دول بنلاقيهم مرة تانية بعد الطوفان، لأن الرب كان بيحارب عماليق، للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور. فكون إن العماليق دول انتهوا في الطوفان، ده لا ينفي إن في ناس تاني كانوا جاينتس جبابرة اتولدوا بعد الطوفان. طبعا كلمة عماليق لا يعني عاوز بس أضيف، طبعا منهم الفلسطينيين القدماء كانوا طوال يعني بني عناق، وكانوا مثل جوليات الجبار وإخوته الثلاثة وكذا، كانوا كل واحد طوله 7-8 أقدام أو 9 أقدام في تلك الفترة يعني. طبعا فوجود العماليق ما هياش مشكلة خالص، أو النفاليم دول ما هماش مشكلة خالص، ولأن الغرض من الطوفان هو القضاء على كل بشر، فلازم يكون المنتج دول بشر، ما يكونوش حاجة تاني. فدي قضية يعني فيها آراء كتيرة، وأنا عرضت 3 آراء منهم، لكن اللي عايز أقوله أنه ده لا علاقة له بالخليقة. أنا لا بحب أكد كمان لأحباء المشاهدين، لأنه كتير مرات بحبوا يعرفوا شو رأينا في الموضوع. أنا أؤمن بسفر التكوين أنه الله خلق كل شيء كجنسه. يعني ميز هذه الفكرة إنه عدم التزاوج، يكفي كلام المسيح يكونون كملائكة الله لا يزوجون ولا يتزوجون. بعض بيقول على أساس إنه طيب ما في الملائكة ظهرت بجسد وأكلت، طب شو اللي بيمنع؟ إحنا ما بدنا نزيد على كلمة الله أو ننقص من كلمة الله حتى نستنتج، يعني بالعربي بفلسطين حنقول تطعج الكلمة تناسب إيمانك الشخصي. فالكتاب بعلم إنه كل الخليقة كجنسه، وانت عبرت طبعا يعني بالخلق والناس والحيوانات انه مثل الذئب والذئبة، لكن منها يمكن توزعت الجينات، لكن كله كجنسه. دكتور ناجي، انا عارف انه الوقت عم بمر بسرعة بصراحة، وهذا موضوع كبير، وانا متشوق انه يعني اقرأ الكتاب الخليقة تحت المجهر. هل ممكن الناس تطلبوا على الأمازون أو لا؟ هو الحقيقة مش موجود على الأمازون، هو موجود في مكتبة المحبة في مصر. أوكي. أو في مكتبة كنيسة ماري مرقص في مصر الجديدة، لكن مش موجود في أمازون أو في المكتبات العالمية. الحقيقة ربنا يدينا أن احنا نقدر نحطه ويبقى متاح لناس كثيرين، بس حاليا لازم يكون من القاهرة أكشن. طيب دكتور ناجي، احنا يمكن معنا شيء 4 دقائق بس، عاوز اسالك طيب عشان يعني نلم الموضوع انه اوكي ما كانش في خليقه قبل ادم، يعني شاركنا برساله كل الغرض من خلق ادم للمسيح، شو الهدف من كل الموضوع؟ تمام. احنا خلقنا كبشر بصوره متميزه جدا في ادم وحواء، على صورة الله وشبهه، ده ما تقلش على أي خليقة تانية. عشان كده إحنا سعادتنا مش هتكتمل إلا بالتواصل مع الله مرة تانية. المشكلة الحقيقية إن آدم وحواء لما مارسوا حرية الإرادة عصوا الله، وحبوا إن هم اللي يحطوا القوانين، مش الله اللي يحط القوانين، وبالتالي انفصلوا عن الله. لكن الله في محبته جه عشان يدفع ثمن الخطية، لأن أجرة الخطية هي موت. فالرب يسوع لما تجسد وعاش حياة كاملة على الأرض ومات على الصليب ودفن في قبر جديد وقام من بين الأموات، بكده دفع ثمن خطيتنا، وهو بيعطينا لكل واحد الفرصة أنه يقترب إلى الله مرة تانية بالإيمان بالرب يسوع المسيح المخلص، لأنه هو الباب. فلما بدخل من خلال هذا الباب بيكون لي شركة مع الله، وتبدأ حياتي المسيحية ورحلة الحياة مع الله. هو ده الهدف من حياتنا. لكن علشان نفتكر ان احنا جينا من تفاعلات كيماوية بالصدفة البحتة، وبعدين بقينا بشر ونعيش حياتنا، وبعدين نموت ونتحلل وما فيش مستقبل وما فيش حياة أبدية، ده بيدي نوع من اليأس، لانه ما فيش معنى للحياة بالمرة، ما فيش معنى لأي حاجة بنعملها لانها كلها الى فناء. لكن لما نفهم ان احنا لينا حياة خالدة مع الله،
وإن الحياة دي ليها ميزة وليها هدف، ساعتها نكتشف هدف الله في حياتنا هنا على الأرض ونعيش حياة سعيدة معاه، وفي الأبدية لما تنتهي حياتنا هنا على الأرض يكون لنا شركة معاه إلى الأبد. طبعا دي خبر الإنجيل. تعرف يا أسيس نزار، الناس مش عايزة تؤمن بالله الخالق لأنه شيء مرعب أن نؤمن أن في الله خالق، لأن أنا هبقى مسؤول قدامه. لكن المسيحية بتقدم الله الخالق والله الفادي اللي دفع ثمن خطيتي علشان نقدر نقترب مرة تانية ونكون واحد في المسيح. فدي خدمة الكتاب المقدس، وده فكر الكتاب المقدس، عشان كده خلق آدم وحواء في منتهى الأهمية للإيمان المسيحي. دكتور ناجي اسكندر، رح نكون في حلقات أخرى مع بعض نتناول بعض الموضوعات اللي ذكرناها بشكل سريع ونتوسع فيها أكتر بنعمة الرب. أنا بصراحة مش عارف كيف أشكرك. أنا عاوز يعني أقدم اعتراف أنه أنا حطيت الدكتور ناجي على المحك، يعني كنا بنحكي امبارح بالليل واتفقنا انه يكون معاي ضيف للحلقة اليوم، فانا بشكر رب من اجلك وبشكر رب من اجل خدمتك، وانت عم بتجند اشخاص كمان اللي يواصلوا ويعلموا التعليم الصحيح مش التعليم الكاذب. ربنا يكون معك. شكرا جزيلا دكتور ناجي اسكندر. شكرا يا سيسي. شكرا لك. اخوتي واخواتي، طبعا يعني وهل يعقل انه لو يعني الرب ما خلق آدم نخش في كل قصة الخلق والتكوين اذا كان في خليقة اخرى؟ معناته احنا عم نأيد علم كاذب. لكن الرب بيقول خلق آدم تحفة متميز، خلقه على صورته، على شبهه، على مثاله. طبعا مش الصورة الجسدية، الصورة الأدبية، الصورة الروحية، لكن هذه الصورة تشوهت بخطية آدم واجتاز الموت إلى الجميع. وكما قال رسول بولس إنه الإنسان الأول، يعني شوف الإنسان الأول ترابي، الإنسان الثاني اللي هو آدم الثاني، آدم الأخير يسوع المسيح اللي هو أحيا وهو من خلاله تم الخلاص والحياة الأبدية بدون خطية، لأنه مولود من عذراء ولأنه فيه الحياة اللي بيعطيها للإنسان حتى يحصل على الحياة. ربنا يباركك، وبصلي إنه هاي الحلقة كانت بركة لحياتك.